يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك، فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعينا فينما كنتوا، مرحبا بكم معنا في برنامجكم صوت المقاول. صوت المقاول البرنامج اللي جا باش يعطي الكلمة لأصحاب المهن البسيطة وغير المهيكلة، وكذلك للناس اللي ناويين يديروا مقاولة صغيرة أو عندهم حلم ديال شي مشروع معين. احنا هنا باش نسمعوا لتجاربهم، الإكراهات ديالهم اللي تقدر ربما تعترضهم في تطوير المشاريع الذاتية ديالهم. صوت المقاول جاء مستمعينا باش ينقل التساؤلات ديالكم كيف ما كانت الخبراء مميزين ومتخصصين في المجال. في حلقة اليوم غادي رافقنا الخبير أيمن الحلواني الرفاعي، وهو مستشار في دار المقاول التابعة للتجاري وفابونك. سي أيمن الحلواني الرفاعي، مرحبا بك. مرحبا سي جواد، أهلا وسهلا. شكرا على تلبية الدعوة. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. إذن سي أيمن على بركة الله، نمشي ونستقبل معنا أول متصلة في حلقة اليوم ونقول ألو. السلام عليكم. الو، السلام عليكم سي جواد، لاباس؟ مساء النور. شكون معايا؟ اش مدينه والاسم؟ معك نجات من مدينه المحمديه. نجات، شنو كديري نجات؟ يعني كديري عندك شي مقاوله؟ كتفكري تاسسي شي مقاوله؟ بالنسبه لي انا صراحه يلا كنفكر، ماشي كنفكر يعني، بديت ان شاء الله ناويه ندير واحد المحل ديال هادشي ديال الافريشه. الافريشه شنو يعني؟ شنو كديري اكزاكت؟ يعني كتفصلي وتخيطي وتقادي انت ديال الطابيسري؟ كل ما يخص المنزل. ايه. وشنو السؤال ديالك؟ يعني فين بغيتي ديريه؟ واش محل معزول ولا لا؟ في القيصريه، عندي محل كريتو دابا في القيصريه. مزيان. شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي هو ما عارفاش نحدد الاثمنه. هذا هو السؤال اللي عندي، والمشكل اللي كان قال انه دابا ما عارفاش نحدد الاثمنه ديال كل حاجه. يعني لي طاريف ديال كل حاجه، ما عندكش شي حاجه اللي تقدري تحدي بها الاثمنه؟ ما عارفاش السوق شنو فيه؟ الى غير السوق كيفاش داير؟ بصح ما عارفاش السوق كيفاش داير، ما عارفاش نحدد الاثمنه ديال كل حاجه. هذا هو المشكل اللي عندي. عافاك، بغيت الا قدرتوا تفيدوني في هذه المساله ان شاء الله. نحاولوا ان الخبير المالي ديالنا يجاوبك على هذا التساؤل ديالك ان شاء الله. شكرا لك نجات. الله، شكرا بزاف، شكرا خويا. اذا كيف سمعتي سي ايمن رفاع الحلواني المتصله نجات كتسول على تحديد التسعيرات والاثمنه، كتقول بانها كتفكر في كراء محل بيع الافريشه، وكتسول كيفاش ندير باش نحدد الثمن ديال البيع، خصوصا انها يعني هذا المشروع هذا ديالها وسط قيصريه وما عندهاش فكره على التسعيرات. كنعرفوا سائما ان المشروع وسط قيصريه يعني كتكون بالضروره المنافسه، كيفاش تنصحها وانت خبير في المجال؟ وي، اول حاجه مرحبا بلاله نجات. بعدا قبل كل شيء خصنا اول حاجه نعرفوا شنو هو الثمن. نعم، هذه اهم حاجه. الثمن هو عبارة عن الجمع ما بين تكلفة، أي بشحال كيتقام علينا هذا المنتوج، والهامش الربح. نعم، هذا هامش الربح ممكن أننا نتحكم فيه. إذا التكلفة فيها جوج حوايج، فيها مصاريف ثابتة. نعم، هذه المصاريف كتكون سواء خدمنا ولا ما خدمناش طالعة علينا. نعم، يعني بحال الماء والضو مثلا، بحال الكرا ديال المحل، هذه المصاريف هذه كتكون ثابته مثلا. تماما، مثلا عندي اجور ديال يد العامله، عندي شي واحد خدام معايا دائما، هاد المصاريف طالعين علينا شهريا. الكراء كيف ما قلت يا سي جواد، بعض المصاريف اخرى مثلا الا كاين نقل، حوايج اخرين، هادو اللي كنتكلموا عليهم مصاريف ثابته. خدمنا ولا ما خدمناش طالع علينا، ربحنا ولا ما ربحناش، المهم هذه فينا خاصنا نخلصوها. تماما. نعم، تماما. تفضل. وكاين ايضا مصاريف متغيره، هاد المصاريف متغيره على حسب الانتاج. ولما زدنا في الانتاج ولما كيتزادوا هاد المصاريف، نقصنا من الانتاج كينقصوا هاد المصاريف. بحالاش؟ مثلا بحال استهلاك ديال المواد الاوليه، داك الاكسسوارات اللي كتستخدمهم في الافريشه، داك العقيق وما الى غير ذلك. مثلا بعض الاجور، جبنا شي واحد يعاوننا في العمل، بغى يخدم لنا واحد لا كوموند مثلا، هذوك كما كنقولوا هادو هما المصاريف المتغيره. نعم، وخصوصا هاد الحرفه هذه ولا هاد المهنه ديال النجات، يعني طابيسخي، يعني كتكون ربما هي كتخدم في مواسم، كتكون موسميه اكثر،
تقدر مثلا في الفترة ديال رمضان ولا هذه تحتاج واحد العمال مثلا اللي يخدموا معاه اللي كتكون لي كوموند كيكونوا بزاف، فبالتالي هنا كتكون المصاريف متغيرة كيف ما قلتي لنا السي إيمان. تماما، هذو اللي خصنا نردوا لهم البال، باسكو كما قلنا زدنا في الانتاج كيتزادوا، نقصنا من الانتاج كينقصوا كيف ما تفضلت يا سي جواد على حسب المواسم. نعم. وهنا هنا عافاك للنجاة، خصك تكوني قادرة على الحساب ديال هاد التكلفة. لحقاش ولا بيتي بشي ثمن أقل من هذا التكلفة راه كتكون خسارة. خسارة. نعم. تماما تماما بالفعل بالفعل. وكيفاش نساعدوها على أنها تحسب التكلفة مثلا ديال هاد؟ هنا هنا غادي نتكلموا على واحد المجموعة من العوامل، غادي نتكلموا على واحد 6 نقط اللي كتأثر على التحديد ديال ثمن البيع. أول حاجة بعدا خصها تكون عارفة شكون هي الفئة ديال الزبناء اللي كتعامل معاهم. الزبناء يعني الكليان، الكليان اللي الكليان كتعمل. الكليان شكون هو هاد الكليان؟ شنو هي النوعية ديال هاد الكليان؟ شنو هي القدرة الشرائية ديالو؟ وتعرف كذلك داك الناس اللي كيجيو داك القيصرية أيضا كذلك. خصنا نعرفوهم، نحددوهم، نعرفو شنو هي القدرة الشرائية ديالهم، وشنو هو النوع ديال هاد الزبناء اللي كيجيو هاد القيصرية. باش ملي كنحددوا واحد الثمن كنحددوا واحد الثمن كيكون معقول. نعم. باش كيجيهم داكشي مواتي وما يسيئوش ايضا كذلك التقدير ديال السلع ديالها، وكما كنقولوا بعض المرات كنقولوا الرخا كيخلع. هذا مثال فعلا كيتقال. بعض المرات كيكون واحد المنتوج اللي ربما هو ساوي 10 دراهم وحنا كنليكيديوه ولا كنبيعوه ب 6 دراهم، فالزبون ربما ولا داك الكليان كيتفاجئ كيقول ما يمكنش حتى مولف كنشري هذه ب 10 دراهم دابا 6 دراهم، شي حاجه كاينه تما. اذا شي حاجه ماشي هي هذيك، ربما الكاليتي ماشي زيانة ما إلى غير ذلك. هذه أولا. شنو النقطة الثانية؟ النقطة الثانية هي خصنا نحاولوا نقلبوا على أحسن مورد فورنيسر أو لا مولين السلعة. مولين السلعة فوالا، يعني باش نشرحوا النجاة ونبسطوا حتى المستمعين الكرام، الفورنيسور ولا المورد هو ذاك اللي كيجيب لنا السلعة. مثلا يقدر يجيب لنا عقيق، يقدر يجيب لنا دي ماشين ماكينات محتاجينها، محتاجين مثلا شي البونج مثلا كنهضروا على الطابيسخي، واحد كيجيب لنا غير البونج، واحد اخر كيجيب لنا مثلا غير دوك السناسل ولا السريفة فوالا. تماما تماما. وهنا خصنا عاوتاني كنردوا الباب فاش كنكونوا كنقلبوا على هاد مولين السلعه، خصنا نقلبوا على مولين السلعه اللي كيراعيونا الجوده اللي كنقدموها للزبناء. وهنا عاوتاني نقطه مهمه دائما كنقولوها في البيع والشراء، كنقول لك الربح ماشي في البيع، الربح كيكون في المشرى. تماما. هذه كانت نقطه ثانيه. نقطه ثالثه، هنا غادي ندخلوا شويه في التحليل ديال السوق. وغادي نمشيو نحللوا المنافسه داك الناس المنافسين ديالنا اللي كاينين، المنافسين لا كونكورونس اللي كاينين في داك القيصريه، وايضا كذلك حتى المنافسين اللي كاينين على برا داك القيصريه. وخصنا نكونوا على معرفه تامه ودرايه تامه بهاد المنافسين، شكون هما، شنو هي السلع اللي كيبيعوها، شنو هي النوع ديالها، الجوده ديالها، ونعرفوا كذلك ربما الا قدرنا حتى حنا نعرفوا منين شكون هما الموردين ديالهم، منين كيجيبوا السلعه، منين كيجيبوا السلعه. تماما، حتى هي واحد المعلومه مهمه، وحتى الثمن باش كيبيعوا ربما. اكزاكتومون اكزاكتومون. ونعرفوا حتى كذلك الا كيديروا حتى هما شي بعض السياسات الترويجيه مثلا، شي سياسات تحفيزيه، خصنا نردوا لهم البال. وهنا فاش تكلمنا على السياسه الترويجيه، هذه هي النقطه الرابعه اللي غادي نصحوا بها لالا نجاة، هي حتى هي دير بعض السياسه الترويجيه. يعني باش نبسطوا هذا، نعم، السياسه الترويجيه يعني لي بروموسيون مثلا كتجي واحد الفتره مثلا من السنه، كنقولوا بانه دايرين تخفيضات، راه كتكون مكتوبه كبيره بالاحمر وفي القصاريات وكذا، هذا موسم ديال التخفيضات، يلا هلا لا زيدوا، ما بقاش تخفيضات. تماما تماما بالفعل سي جواد. نعم. بهذه الطريقة وبهذا الشكل هذا كنجيبوا زبناء جدود، وكنزيدوا في العدد ديال الزبناء، وكنزيدوا في رقم المبيعات. وكاينين مجموعة من الأمثلة اللي ممكن أننا نطبقوها في هذه السياسة الترويجية، كذاك بحال اللي قلتي داك لي بروموسيون. كنديروا أيضا بحال ديك العروض خاصة كتكون مؤقتة في واحد فترة زمنية معينة. نعم.
كنديروا دي غوميز داك لي كليون اللي كيجيو عندنا دائما مثلا. كاينه ايضا ديك السياسه ديال واحد زائد واحد كتساوي ثلاثه، هي فاش مثلا كتشري من عندي جوج ديال المنتوجات كنعطيك الثالث ربما بواحد نص ثمن، ولا كنعطيه لك غراتويتمون كاع. في الحاله ديالنا جات مثلا هي كدير طابيسخي مثلا، واحد السيده جات عندها باش تفرش الصالون، كتقول لها مثلا هذا الصالون عندك فيه 12 خديه، غنعطيك مثلا نعطيك 12 خديه 10 الخديات مثلا تخلصيهم وجوج غراتويتمون. جوج نعطيهم لك غراتويتمون مثلا. تماما. وي 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 هذه هادو هما سياسه كما كنقولوا سياسه تشجيعيه وسياسه ترويجيه، ولكن كنتكلموا عليهم زعما كنديروا لهم شويه ديال الاشهار، وكنقولوها للكليان وكنقولوها حتى لذوك الزبناء اللي كيكونوا دايزين حدا المحل، باش كومسا كنقدروا اننا نجلبوا الانتباه ديال اكبر عدد من الزبناء. تماما. نقطة أخرى، النقطة الخامسة هي تحاول كيف ما أشرت سي جواد في البداية، تحاول تستغل المواسم بحال هذه الفترة ديال الصيف كتعرف الرواج لي كوموند كيتزادوا. هنا خصني نرد البال، خصني دائما نعمل بحسابي ونوجد المخزون ديالي، تكون عندي السلعة ونوجدها على بكري، حيتاش في فصل الصيف فاش كيكثر الرواج كاينين بعض السلع اللي كتعرف زياده في الثمن ديالها نظرا للزياده ديال الطلب. اذا قبل الصيف خصني نكون انا درت ستوك ديالي وموجد السلعه ديالي على تيسع. بالفعل 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 تماما تماما. كيف كنعرفوا الصيف ربما كيجيو صحاب الخارج اللي كيبغيو يبدلوا الفراش ديالهم، كيبغيو مثلا يبدلوا الديكور، ولا مثلا في رمضان الناس كيبغيو يبدلوا مثلا يديروا شويه البلدي الى غير ذلك، كيكون عندهم شويه الوقت زايد كيبغيو يبدلوا. تماما. دونك هادشي هذا اللي كيزيد في الوتيره ديال الاستهلاك، وكيف ما قلنا دونك كيكثر الاستهلاك كيكثر الطلب كيتزاد الثمن. دونك هنا هي باش تكون حريصه على انها توجد المخزون ديالها ديال هاد السلع على بكري قبل ما يجي فصل الصيف، نكون انا ديجا كاين لو ستوك. تماما. النقطة الأخيرة ربما بقات لنا الأخيرة ستة. النقطة السادسة هي تحاول تحدد سياسة واضحة باش تربح الكليان. باش نفصلوا أكثر كيفاش باش الهدف بعدا نتكلم على الهدف، الهدف هو باش كيولي داك الزبون كيولي كليان ديال دائما وكيولي حتى هو سفير، حتى هو كيقدر يجيب ليا كليان واحد اخر، يجيب ليا كليان جديد. داكوغ. في العلاقات التجاريه في العلاقات ديال البيع الهدف ماشي هو فقط البيع، فقط هو نحافظ على العلاقه ديالي مع هذا الزبون باش يجيب ليا ربما زبناء اخرين. تماما تماما. كنعرفوا حنايا فهاد ما قطعتكش السي ايمن فهاد المساله ديال الطابيسخي، ولا يعني اللي كيمشيو ليها بزاف هما العيالات، هما اللي كيفهموا فيها بزاف، يعني هما اللي كيمشيو باش يبدلوا الصالون باش يشريوا مثلا واحد الكليسه جديده الى غير ذلك. فبالتالي الا كان هذاك المحل اللي كيتعاملوا معاه كاين الجوده اولا وكاين الثمن مناسب ثانيا وكاين الخدمه وداكشي كيوجد في الوقت، فبالتالي اي امراه غادي تنصح جارتها تقول لها مثلا سيري عند فلانه ولا كذا، راه كتعامل مزيان، راه كتجيب حاجه مزيانه كاليتي. هادشي اللي بغيتي تقصد به بالسياسه هو هذا. تماما سي جواد. هي كيولي الكليان هو بيدو كيجيب ليا كليان واحد اخر، سي لو بوش اوغي، كيولي هذا كيجيب ليا هذا، هذا كيجيب ليا هذا. هي هذه اللي كنتكلموا على السمعه ديال واحد المحل. نعم. وكنظن بصفه مختصره هادو هما اهم النقط اللي خصنا نجحت اللي خصها تتبعهم باش تكون عندها واحد الفكره واضحه حول شنو داير في السوق، شنو كاين في السوق، وتبيع داك المنتوجات بواحد الثمن اللي كيكون في نظر الزبناء ثمن معقول مناسب دائما الثمن المناسب. نعم. شكرا. باقي شي اضافه سي ايمن؟ ولا ربما كنظن عطينا جميع النقاط وجميع التفسيرات اللي ممكنه. اكزاكتومون. هادو هما صراحه هذا هو السؤال اللي كيتطرح في بدايه المشروع، ولكن كيتطرح دائما هذا العمل اليومي ديال المقاول. اذا هذا كيلزم على لالا نجات انها تكون قريبه من المستجدات ديال السوق، تكون قريبه من الموردين ديالها مولين السلعه، تكون قريبه من الزبناء الموردين المنافسين الى غير ذلك. نعم. شكرا سي ايمن. معنا نجات، الا سمحتي قبل ما نوعد داك سي ايمن، نجات سمعتي لهاد النقط هذه اللي قالهم سي ايمن الحلواني الرفاعي الخبير ديالنا، واش انت يعني عندك شي تساؤل في هذا الاطار مازال ولا كل شيء واضح؟ كل شيء واضح. شكرا على هاد التوضيحات، ما بقى عندي حتى شي سؤال.
شكرا بزاف. شكرا لك نجاة وشكرا على الاتصال ديالك. شكر كذلك للسي أيمن رفاعي الحلواني، وذكر هو مستشار في دار المقاول تابعة للتجاري وفا بنك. شكرا على كل هالتوضيحات سي أيمن. شكرا سي جواد وشكرا للميد راديو. الشكر موصول لك والمستمعين الكرام. إلى هنا مستمعينا كنجيو لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم صوت المقاول. السلام عليكم. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك، فيكم واثقون.